فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ثبت أن حفصة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أنها قتلت جارية لها سحرتها، فهل يعد هذا من أنه يجوز للسيد أن يقيم حد القتل على المملوك؟ نعم، إقامة الحدود على المماليك لأسيادهم هم الذين يقيمون الحدود عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.